انتقال، في انتقال سياسي وفي انتقال عملاني اذا بدي، انه اليوم الدوله مفلسه، اليوم ما بقى في مصاري، اليوم بدنا نعمل خطه تعافي، اليوم بدنا نجيب الاي ام اف، اليوم مجيء الاي ام اف هو مش بس انه بدنا نتدين مصاري، انه انا برايي اي هيئه رقابيه دوليه بتهذب العمل المالي والاقتصاد المالي والدوره الماليه بلبنان. المرحلة اللي جاي اليوم وجود حزب الله مع سلاحه، نحن بدنا حل هذا الموضوع، وجود أي سلاح خارج الشرعية الدولية بدنا حل. بس اليوم بدنا حزب الله معه سلاح؟ لا، أنا هديك النهار حكيت، أنا كنت فيت مع تي في انترفيو بقرأ خبر أنه في كاميون فيه سلاح فيت على مخيم فلسطيني، لما كمان هيدا شو فايت يعمل هونيك كذا؟ ليه عنا هالسلاح؟ من القوى اللبنانية بس حزب الله مسلح، غير السلاح اللي هو سلاح صواريخ إسرائيل. على القليل هو الوحيد اللي معترف بالموضوع. إيه، بس أنا عم بسألك برأيك إنه القوى اللبنانية هي غير مسلحة ولا مسلحة؟ لأنه في هلأ عدد كبير من المرشحين عم يطلعوا يقولوا إنه لا، مش بس حزب الله مسلح، مش عم بحكي طبعا عن سلاح ثقيل اللي هو موجه، لا، في كل القوى الحزبية اليوم عندها سلاح بالبلد، وكل واحد واقف على سلاحه. انا لحليش، انا ما بعرف، ما يعني انا اليوم ما شفت الحزب الاشتراكي عم يستعرض سلاحه، ولا حزب القوات، ولا الكتائب، ما شفتهم. بس انه بنهايه الامر اذا صار عندهم سلاح انا صرت ضدهم كمان. يعني بنهايه الامر نحن عم نقول كل شخص عنده سلاح خارج الشرعية، المفروض الشرعية يكون عندها هي، يعني هي اللي مسيطرة على الموضوع. بس أنا بس بدي أوصل معك لشغل، لما كمان أفهم غلط، أنا ما عم أقول إنه تعالوا يا حزب الله، يا حزب الله ضموا سلاحكم للدولة، هيدي بتفرط الدولة. اليوم أي حزب لبناني مسلح بده حل، والحل ما ممكن يكون داخلي، بده يكون حل خارجي بالتعاون مع الداخل. عشان هيك نحن اليوم نجي نقول حصرية السلاح بيد الشرعية والدولة اللبنانية. شو الحال يعني؟ إنه عم تقول حضرتك إنه مش مع انضمام هذا السلاح إلى سلاح الدولة، يعني مش اليوم بيجيكي مثلا، اليوم لما نحن عم نحكي شو السيستم الجديد، إنه واحد من الحلول إنه يضموا حزب الله لجيش يصير بأمرة الجيش. أنا ما شايفة هذه الشغلة ممكن تصير، وأنا شايف إذا هذه الشغلة حتصير بيفرط الجيش، بطل بصفي الجيش ضدي أنا بالنسبة لإلي. سو لا، هيك أمور بدها حل إقليمي، بدها حل دولي. وبيصير بنهار لما المقاومه الفلسطينيه كانت بلبنان وفلت، وذن 1 أو 2 ويكس كانوا فلوا من البلد. سو اليوم الحل تبع سلاح حزب الله، عم نرجع نحكي، منا مساله داخليه فقط لبنانيين، بس ما يعني نحن ما حاطينها بالبروجرام. هلا بتقولي طب يعني هذا حبر على ورق، بقول لك لا، انا حوقف بمجلس النواب بقول بدنا حل لكل سلاح غير شرعي، حيطلعوا فيي، يا اما يضحكوا، يا اما ياخذوني جد، يا اما يكون عندنا كتله تقول طبعا شو الطروحات اللي عنا، يمكن ندعي لمؤتمر دولي، يمكن ندعي لحوار مع إيران، ولحوار مع حزب الله ليبلش فيه. يعني أنا اليوم فينا نقول انعمل كتير حوارات، بس معظم هالحوارات انتهت لاتفاقات مش لمصلحة لبنان. سو اليوم الحلول، في حلول بتحليها داخليا، وفي حلول بدا اجتماع دولي عليها للقصة. نعم، يعني انت عم تدعي لحوار حول سلاح حزب الله بعد الانتخابات النيابيه بين الكتل النيابيه اللي رح تتبلور كبدايه لنزع سلاح حزب الله. لي لا، لانه نزع سلاح حزب الله بيتاخذ بعدائيه، بكره حيجي عالم يقولوا لي هلا انت بدك تنزع سلاح حزب الله، انا عم اقول ايجاد حل لسلاح حزب الله، وهي في فرق بين الاثنين. شو الحل؟ ما هذا السؤال يا ما حضرتك عم تقول لي ممكن يطلع حزب الله يقول خلصنا نحن مع اسرائيل، هاي الصواريخ الذكيه ما ضروري تطلع من لبنان، تروح تطلع من ايران اذا ايران بدها تكمل مشكلتها مع اسرائيل، والسلاح الخفيف بياخذوا جيش. انتم ما بدكم تكملوا المشكله مع اسرائيل؟ لا، نحن مش اكيد بدنا، نحن الاسرائيلي عدو، نحن عم نقول رجعوا لمعاهده الهدنه اللي كان عندنا اياها. We're not gonna go further than this. نحن عم نقول رجعوا لمقررات مقررات الجامعة الدول العربية بال 2002 من بيروت. ما هيدي ما موافق عليها حزب الله كان. طب بس لا نحكي نحن وياه، لنشوف على شو بدنا نوافق. نعم، طيب بدي اتوقف عن فصل اعلاني، من بعد الفصل الاعلاني بدنا نحكي شوي عن انتخابات المغتربين. انتم عملتوا شيء احصاءاتكم عن المغتربين؟ نعم عملتوا؟ وعم نعمل زوم كولز وعم نشوفهم. انا برايي عم بيصير في كثير اخطاء، وعم بيجينا كثير شكاوى، ما بعرف فعليا قد ايه هالانتخابات تبع المغتربين حتقدر تاثر. يلا رح نحكي بهذا الموضوع، بس اسمح لي اتوقف مع فصل علينا قصير وبنرجع.
عودة لكم مشاهدينا وإلى هذه الحلقة مع الضيف أستاذ كريم شبقلو عن لائحة بيروت بدها قلب بالبيروت الثانية. بدنا نحكي شوي عن انتخابات المغتربين لأنه نحن هلا يعني يومين زمان وبدنا نشوف شو رح يصير بانتخابات المغتربين، وبدنا نحكي عن القطاع السياحي اللي حضرتك بتشتغل فيه وعندك رؤية لكيفية تطوير العمل السياحي بلبنان. خلينا نبلش عن انتخابات المغتربين، أنتم عم تحضروا وشو هي معطياتكم عن هذه الانتخابات وشو هي الشكاوى يلي عم توصلكم؟ رح أقول لك شغلة، أول شيء المغتربين اللي سجلوا لك طلعوا 240,000 شخص، أنا بلاقي هذا إنجاز نوعي للبنان، إنه فعلاً في عنا 240,000 شاب وصبية قاعدين برا قرروا يشاركوا بالحياة السياسية بلبنان، وهذا شيء كتير مهم. هلأ المشكلة اللي إجت مش من يعني هن صوتوا لوجستياً، اليوم لما نحن عم نتواصل معهم، نحن عملنا زيارات على الإمارات، عملنا زيارات على فرنسا، وعملنا زيارات على السعودية، هيدي وقتها تجي لأنه مهتمين ببيروت الثاني، هونيك في التقل تبع عم تحكي شي 26,000 ناخب بهالمناطق لحتى بيعطي لبيروت الثاني، إنه هول إذا بيجوا بيصبوا بليستة وحدة بيطلعوا لها نايبين إذا بدنا. المشكلة إنه ما في مساواة بين البلدين. بفرنسا مثلا عندي 53,000 قلم ليروح العالم يقترعوا بالمناطق، ومع هيدا الشيء مثلا حدا قاعد بمنطقه بيجي مثلا بتولوز بعيد عنه مثلا 10 ساعات، لك خي طب ما انا ساكن هون ليه اخذتوني لهون؟ بالسعوديه هذيك مره اجاني انا شكاوى في عدد لا يستهان به بالألف 1005 ساكنين بالدمام وخبر ما حاطين لهم محل اقتراع، بدهم يسافروا على الرياض اور جده لينتخبوا هونيك. اليوم الأكثر شيء عم ينحكى عليه بدبي إنه دبي في 20,000 شخص 17,000 شخص بدو ينزلوا ينتخبوا في مركز واحد للانتخاب. طب قدي بدو يتحمل هذا المركز الانتخاب ليمرق 17,000 كذا؟ سو أنا برأيي هال 240,000 اعتبري 50% منهم فعليا نزلوا لينتخبوا، من ال 50% أنا برأيي في 10% 20% رح يقدروا ينتخبوا والباقي حيرجع بيوته، يعني مش حيكمل فيها. شو هاي واحدة من المشاكل، بس أنا برجع بقول لك نحن بارت من البروجرام تبعنا إنه نحفز ونقرب بموضوع الإي جوفرننت والجوفرننس والديجيتال جوفرننت، وهذا الشيء برك إن شاء الله إذا قدرنا نعمل تغيير يصفي على القليل للمغتربين برا يقدروا يصوتوا أونلاين ما ضروري يروحوا لهذا، وهذه بتكون مرحلة أولى لنرجع نحن نصير نطبقها بلبنان، وأنا هاي برأيي بتغير مجمل الانتخابات. صحيح. إذا واحد قاعد ببيته نتيجة الانتخابات.